بسم الله الرحمن الرحيم. انا جيت ساعد التوقع ديالي مع الفريق الام ماشي فريق اتحاد طنجه. كنظن الثلاث سنوات اللي قضينا معهم ماشي بالسهل، دازت بافراح ودازت باحزان وكل شيء، ولكن الحمد لله التوقع هذا كيبين الحب ديالي للمدينه والفريق والجمهور كذلك. ونتمنوا ان شاء الله في هذه الثلاث سنوات يكون هذا التوقيع هذا مليء بالالقاب وافراح ونفرحوا الجماهير ديال ساكنه طنجه ان شاء الله يا رب. وطبعا كان كاين واحد المشروع ديال ثلاث سنوات وهو الفريق يكون ديما في القمه وفي تحقيق الالقاب. كون ما كانش هذا المشروع هذا ما كنظن من اعرف ما يكونش هنايا، لان عيب وعار فريق اتحاد طنجه يبقى يلعب على النزول الاقسام المواليه، لان المدينه وكجمهور وكفريق ضروري الفريق السعودي ما يلعب على الالقاب ويشارك في بطولات قاريه وافريقيه. ضروري، هادو اهم الاسباب اللي خلاوني نزيد العقد ديالي في اتحاد طنجه. الحب ديال الجمهور والحب ديال ساكنه طنجه ليا راه شرف كبير، صعيب تلقاه في شي فرقه اخرى. كنظن الحب هذا متبادل، الحب هذا متبادل، وكنظن في الثلاث سنوات اللي زدت برهنت كل شيء، حتى العائله ديالي والزوجه ديالي حتى هما الحمد لله انسستوا عليا باش نبقاو هنا، باش نبقى هنايا في طنجه. وكنتمنى التوفيق ان شاء الله من رب العالمين.